الكونسبت اللي بشوفه دائما على الاعلام الاجتماعي انه احنا انا وصلت خلص يعني خلصت وصلت وارتحت، ما في شيء ما بنوصل، ما في شيء بنوصل مرحله انتهت. بين معي انه مع الوقت الشخص بيكون عنده تشويس، يا بيقرر انه انا مرتاح مثل ما انا، خليني مثل ما انا مرتاح ماشي حال الحمد لله واي ويل لاست، بضاين قد ما بقدر ضاين فيها، وبيقطع الوقت تتغير الدنيا بيلاقي حاله انه يلي بيعرفه ما بيقدر يكفيه هون وقتين، او في خطوه ثانيه انه لا انا بدي اتعب على حالي وده اللي حاسس فيه. انا حسيتها كثير باول ما طلع الويب 3 كريبتو والان اف تي والبلوك تشين، وخاصه الناس اول الكريبتو كانوا يعني هن لهم مصلحه يخبوا معلومات هيك يعني، فما افهم شيء طلع هيك انا ليش انا بهالبوزيشن. بعدين مره اثنين ثلاثه لقيت حالي انه عندي كان خيار، يا برجع لعالم اللي انا فيه مرتاح انطق مرتاح وما في عندي مشكله فيه وليش هو كنت مش مرتاح، او لا بتحط راسي براس هالتكنولوجيا الجديده افهم مزبوط شو قصتها. وانا بخبره شغلي قاعد مع ناس بعالم البزنس كتير وبعالم الحكومه كتير مهمين كتير منيح، طلع هيك لا هني عندهم تصورات عندهم امبيشن بعد، وهم عمرهم 50 و60 وعم بفكر لقدام شو بيعمل، عم بفكر بشغله عم بفكر بمصلحته عم بفكر ببلده عم بفكر بمدينته،